عند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عمران بن حسين أنه عليه الصلاة والسلام رأى في عضد رجل حلقة من صفر يعني من نحاس، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ما هذا؟ يعني لما تضع على عضدك هذه القطعة من النحاس؟ ما هذا؟ قال: يا رسول الله، من الواهنة، أنا أضعها حتى تكفيني الحمى، لا تصيبني الحمى ما دام أني أضع هذه الحديدة. اعتقاد، كما يعتقد بعض الناس مثلا أنه إذا علق شعرة من حيوان معين من ذئب أو غيره، أو علق كلاما أو نحو ذلك من التمائم وما شابهها، أنها تدفع عنه الضر أو تدفعه عن أولاده. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: انزعها، انزعها، فإنها لا تزيدك إلا وهنا، لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. والحديث حسنه عدد من أهل العلم. فلا يجوز للمرء من تعلق شيئا وكل إليه، إن الرقى والتمائم والتولة شرك، لا يجوز للمرء أن يعلق شيئا في صدره يعتقد أنه يجلب له نفعا أو يدفع عنه ضرا، أو يعلق شيئا في أولاده، أو يأتي إنسان مثلا ويأخذ المصحف ويضعه في سيارته يقول: حتى يكفيني الحوادث ويكفيني العين.